السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا واحد الاكزرسيس بسيط، يعني اكزرسيس كيف ما كان على البروسيدور. الاكزرسيس هو هذا قدامكم هنايا. كيف ما قلت لكم الالغوريثم هذا درسو باش يحسب لي واحد السيرفاس، يعني السيرفاس هي المساحه ديال واحد المستطيل. ما عرفتش واش الريكتانغل هو المستطيل بالفرنسي ولا نو، المهم تتاكدوا منها. المهم هذا راه واحد البرنامج كيحسب لي المساحه المستطيل. الو الالغوريثم سميتو كالكول سيرفاس، من عندي هاد السميه ديريتها من عندك. اللي واجي لي فاريابل خديت 3 فاريابل، خديت الريزلتا، يعني الريزلتا هي السير، هي خديت الريزلتا هنا في البروسيدير ما احتاجيتهاش، مي هاد الريزلتا الفاريابل ديال الريزلتا احتاجيتو في فونكسيون. الوغ بغيتي تحتاجو ولا متحتاجوش سي با غراف، نتايا المهم لي فاريابل لي كتحتاجهم كتستخدمهم، ولا محتاجيتيهمش ماشي مشكل. يمكن غير بقى لي هنا مشتوش. لونغور غيال، لارجور غيال، لي تروا ديال لي فاريابل سون دي غيال. واحد المعلومة رمارك أخرى هو أن لي بروسيدور لي فونكسيون تا هما كيديكلاراو، يعني ملي كتبغي تعيط لواحد سو بروغرام كديكلاري لو سميتو هنايا في المنطقة ديال الديكلاراسيون. البروسيدور سميتها سيرفاس مثلا، انا ديكلاريت هنايا في المنطقة هادي، نسيت ما قلتها لكمش في الدروس السابقة وما مأكدش من المعلومة 100%. نكملو الدرس ديالنا، كنتمنى تكونوا النقطة فهمتوها. الوغ هنا كاين دي بي فان، هذا هو البروغرام ديالنا ديال الالغوريثم برينسيبال اللي كيحسب لنا السيرفاس. هنا اكرير اونتخي لا لارجو الى لونغو، طبيعي الحال باش تحسب ان سيرفاس خصك طول العرض سيعطيه لك المستعمل. هاد انت يمكن لك تستغل هذاك طول العرض القيمه ديالهم وتعطيه السيرفاس. الور لير، هو المستعمل ملي كيدخل القيم، هاد لير هادي كتشد هذوك القيم وكتدخلهم في لي فاريابل لونغو و لارجو. هما دابا عندنا هاد لي فاريابل، عندنا خداو قيمه عطاها ليهم المستعمل. كنجيو دابا كنديرو استدعاء السيرفاس ديالنا، استدعاء البروسيدور ديالنا. بروسيدور سميتها سيرفاس، لونغور و لارجور عبارة عن دي زارغيمون ولا دي بارامتر كيتعوضو في كيتعوضو في البروسيدور. هانتوما لونغور و لارجور، هما لونغور و لارج. كما قلت لكم هاد لونغور و لارجور لي تيب ديالهم خصهم يكونوا بحالهم بحال لي بارامتر، يعني لي تيب ديال لي زارغيمون خصهم يكونوا بحالهم بحال لي بارامتر. لي بارامتر عبارة عن غيال، هنا دوني، بمعنى هاد القيم معطينا، يعني المستعمل يدخلهم، حيت لونغ و لارج كيتعوضو بلي زارغيمون. لي زارغيمون ديجا عندنا القيمة ديالهم من عند المستعمل. الور نكملو. كيف ما قلت لكم هادي هي استدعاء، هادي بيها فان بروسيدور. كيف ما قلت لكم في الكور الاخر ديال البروسيدور، هاد لي زانستريكسيون لي اونتر دي بي فان بروسيدور كيتشدو كاملين، لكن بعد التعويض. اتونسيون على هاد النقطة مهمة بزاف، بعد التعويض يعني هو كيعوض وعاد كيطبق، يعني هاد لونغولاج كيعوضهم هنايا في القيمة ديالهم. مثلا لونغور عطاه 3 متر و لارجور عطاه 6 متر، هي 3 في 6 18، كيحط 18 وعاد كيهز هاد اي كارير. هاد لي ليزانستريكسيون ماشي غير اي، مثلا افترضوا اننا عندنا بزاف لي ليزانستريكسيون كيشدهم كاملين كيحطهم كيهزهم كيعوضهم في هاد المنطقة ديال السيرفاس لونغو ولا لارجو، وكيطبق هاد اي كارير. يعني عندو دابا مثلا انستريكسيون وحدة الى يعوضها، هنا عندو بزاف راه غادي يعوض بزاف، غير هو مع التعويض. مثلا النقطة هادي ركزوا عليها، مع التعويض راه كيعوض لونغو ولا لارجو. عاد كي واش لكان عندنا شي فاريابل هنايا فاريابل انترن، ما راه ما يخدمش، لكن كيعوض اوتو، كان كيعوض ديريكت، يعني راه حتى تيعوض هنايا ماشي سالي هذيك المهمه كلها، عاد كيشدو كيديهم في هذه الجهه ديال الالغوريثم برينسيبال. ارور اكرير لا سيرفاس دو ريكتانغل اي لونغ في لارج، كما كنعرفوا المساحه هي الطول في العرض،
لونغ في الأخر هي يمكن لكم ديروا واحد، بغيتو ديروا واحد فاريابل تسميوه مثلا سيرفاس، ويكون كيساوي لونغ في الأخر، وتكتب هنا بلاص هذا، تكتب هذاك الفاريابل. ولا يمكن لك دير هاد النيشان بحال هكا لونغ في اللارج، هو راه كيعاود داكشي اوتوماتيك، كيضرب هدف هذا في وسط هاد الاكرير، غير احترموا هاديك الشرطات هادو، بدا اتونسيون ديروهم هنا بحيت اللي درتهم كيكتب داكشي حرفيا، ما كي تعرفش عليهم كانهم متغيرات. الوغ صافي في الشاشة غادي تبان للمستعمل هاد الجملة هادي، لا سيرفاس دو ريكتونجل اي لونغ في اللارج، المستعمل خد النتيجة ديالو اللي هي المساحة كان كيقلب عليها، وانتهى التمرين. بروسيدور صحيحة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.